السلام عليكم، معكم طلال النقار. هذا هو الفيديو الختامي لاضطرابات نقص الصوديوم. بالفيديوهات السابقه قدمت حوالي 16 فيديو، 3 ساعات تقريبا من كلام النظري عن اضطرابات نقص الصوديوم، حوالي 27 حاله من مستوى طبيب كليه متمرس بامريكا، مستوى البورد الامريكي حقيقه باضطرابات نقص الصوديوم. بدات من البيزك، من الاساسيات، وتعمقت قد ما قدرت اتعمق، فاظن اعطيت كل شيء عندي عن اضطرابات نقص الصوديوم. 6 ساعات اللي ما قادر يحضرها فيني بهالفيديو لخصها بخمس دقائق. اضطرابات نقص الصوديوم هي اضطرابات فرط الماء، تركيز الصوديوم هو المنخفض، الماء عم يتراكم بالجسم، عم يكون اكثر من قدرة الجسم على طرحه، وبالتالي تركيز الصوديوم عم ينخفض، والا محتوى الصوديوم بالجسم ربما يكون منخفض، ربما يكون طبيعي، او ربما يكون حتى مفرط. ليش الجسم عم يتراكم الماء فيه؟ عم يكون الوارد اكثر من الصادر، الكليه ما عم تقدر تطرح الماء اللي عم يوصلها. في لهذا السبب 3 عوامل. طبعا المريض عم يشرب مي اكثر من طاقته، اما انه في الكليه مصابه، في عندي اذيه بالكليه، الكليه لها طاقه محدده لطرح الماء، كل ما انخفض الجي اف ار بتنخفض قدره الكليه على طرح الماء. وسطيا الكليه الطبيعيه الجي اف ار 120، 10% من الجي اف ار هو مقدار اللي بتقدر الكليه تعاود وتظبط الصوديوم رغم كميه الماء الزايده اللي عم تاخذها. فاللي جي اف ار طبيعي 120 ممكن يشرب حتى 12 لتر يوميا من الماء وربما اكثر، ولسه الصوديوم عنده طبيعي. طبعا لسه لازم شرطين اضافيات، لازم ياخذ لود، لازم اوزمولايت لود، لازم ياكل بشكل طبيعي، ياكل الحميه الغربيه اللي هي فيها لحم وغير اللحم، اللي بتنتج حوالي 700 ملي اوزمول باليوم من المنحلات اللي هي اليوريا والصوديوم وغيره والبوتاسيوم، اللي بتساعد الكليه على طرح الماء. الكليه الطبيعيه ما بتطرح الماء بشكل حر، الكليه بحاجه لمنحلات لحتى تطرح الماء. فلما بيكون في عندي نقص بالمنحلات قدره الكليه على طرح الماء بتنخفض. هي الشرط الثاني. الشرط الثالث او العامل الثالث بقدره الكليه على طرح الماء هو مستوى الاي دي اتش. الاي دي اتش هو الهرمون المضاد للادرار او الفازوبرسين، اللي بياثر على الكليه وبحسب مستواه بيمنع الكليه من طرح الماء، بمعنى اخر بكثف البول. فالعناصر الثلاثه هذه اذا كانت عم تعمل بشكل متوازن، الصوديوم بالجسم بيكون طبيعي. لما بيكون في عندي اضطراب بيكون في نقص بتركيز الصوديوم، فواحد من هالعناصر الثلاثه مضطرب او كلهم مع بعضهم. كيف انا بعالج نقص الصوديوم؟ بدي ابحث عن سببه. فاذا كان المريض عم يشرب مي زياده، انا لازم خفض كميه المي اللي عم يشربها حسب قدره كليته على الطرح، حسب وظيفه الكليه. بدي زيد كميه المنحلات الاوزمولايت اللي عم ياخذها المريض. فاذا كان ما عم ياكل ويشرب، ما عم ياكل بشكل جيد عفوا، بس عم يشرب كثير مي مثلا، بخفف من شرب الماء وبزيد المنحلات، خليه ياكل حميه عاليه البروتين مثلا، ممكن اعطيه حبات الملح اللي هي صوديوم كلورايد تابلت، حبات ملح الطعام. غايه قطع مو تعويض الصوديوم، انما مساعده الجسم على طرح الماء. ممكن اعطيه اليوريا، ظروف اليوريا اللي هي كمان غايتها مساعده الجسم على طرح الماء. طبعا البروتين اللي هو بياكله اكيد ممكن يكون كمان يساعد الجسم على طرح الماء. الشغله الثالثه هي الاي دي اتش، زياده مستوى الاي دي اتش انا لازم عكسه، لازم امنع زياده الاي دي اتش، عاكس السبب، سواء كان نقص حجم او مثلا دواء عم ياخذه المريض، او ربما مثلا في عنده حاله مزمنه عم تخلي الاي دي اتش بيطلع بشكل مستمر سببه سرطان او غيره، او التهاب يعني اصابه رئويه. بهالحاله انا ممكن اضطر استعمل مثبطات الاي دي اتش او مضادات الاي دي اتش بشكل مزمن، التولفابتان الدواء المشهور ربما من الادويه الموجوده، وربما قد يكون اضطر استخدامه بشكل مزمن عند بعض المرضى. تعويض نقص الصوديوم الحاد ممكن يسبب وذمه دماغيه، تعويض الصوديوم السريع عند المرضى المزمنين، عند المرضى اللي الدماغ عندهم، خلايا الدماغ عندهم عوضت وطرحت كل الاوزمولايت اللي جواتها، ربما يكون خطير ويساوي او دي اس اللي هي متلازمه انحلال النخاعين الحلوليه. هذه هي ربما يعني ممكن انا بحاله وزن الدماغ اضطر اعطي 3% اللي هو الملح المركز، غايه اعطائه ما هو تصليح الصوديوم بحد ذاته، والا هي حمايه الدماغ من الوزمه الدماغيه. هذا هو اللي فيني احكيه عن اضطرابات نقص الصوديوم، اظن خاصه بشكل سريع. اللي بده يدخل بالتفاصيل فينه يسمع القسم النظري ويسمع القسم العملي. القسم العملي ما هو تكرار للنظري ابدا، هو قسم الحالات، في نقاش لتطبيق للكلام النظري بشكل عملي، انه كيف انا بنظر كل حاله بحالتها. بتمنى انه يكون الكورس عجبكم، وان شاء الله يا رب يكون مفيد للجميع، هو موجه للجميع مره ثانيه، وان شاء الله يا رب انا ما اظني خبيت شيء، هذا كل شيء اللي عندي وقدمته. جزاكم الله خيرا، وان شاء الله يا رب يكون عند حسن ظنكم. السلام عليكم.